اني جعلوا في الارض خليفه كلنا خليفه على الارض. استنوا بالنسبه يعني كل ايه لا كل يقطع ذراعك يعني كل امام عدوني بلاش تفضل ولا حركه ان شاء الله تموت وانت قاعد. كل امام هيبقى ابليس بالنسبه لك. كل ايه كل امام شيخ في الجنه؟ لا 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 طبعا. مش منه هو ده ابليس بنفسه. أيوة هو ده ابليس. ايش يعني مش منه هو في شخص؟ هو عنده مس جن. الامام ابليس. هو عنده الامام ابليس. اي امام هو عشان يتكلم على الطلاق والجواز؟ لا 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 عشان كده عشان كده انت طلقت. هي راحت هناك بدل انت بتقول لي خليفه الله. هي راحت في طريقها وانت راحت في طريق يبقى خلاص. لكن هو عشان يتكلم ما انت سبت ام الخطبه الدور اللي فات ومشيت. والله يا ابدا سبت الخطبه الدور اللي فات ومشيت وخلاص وام خلاص. والله يا ابدا خلي من والله انا عارف انت مصيرك دلوقتي ايه؟ عارف مصيرك ايه دلوقتي؟ انت خلاص فقدت حياتك. ماشي. باللي انت عملته ده. ماشي. ولا انت عندك اولاد؟ عندي في الدبيل. كذا ولد؟ ولدين وبنت؟ يا راجل يا راجل حرام عليك. ده واحد معدوم عنده تخلل في دماغه. ده معدوم. ده معدوم. حسن دمه بيقرا قران. شايف دمه؟ في شام بيقرا قران وبيصلي بيتموت وهو بيصلي قدام ابليس. انت معدوم. ده انت معدوم. ده انت معدوم. والله ما تكلم حد. انت فاكر ان انت عملته ده اسلام؟